لا حرج ما دام ما فيش ضرر وما يمنعش الناس، لا حرج، لأنه العلماء يذكرون أنه يجوز توسعة المسجد من الطريق، ويجوز توسعة الطريق بين المسجد، ويجوز توسعة المقبرة من المسجد، والمسجد من المقبرة، والمقبرة من الطريق، والطريق من المقبرة. هذه الأمور الثلاثة، المقبرة والمسجد والطريق، إذا احتاج واحدة منهم للتوسعة من الآخر فإنه لا حرج في ذلك، وأمر جائز ومشروع لأن فيه مصلحة عامة للمسلمين.